قبل أن نبدأ الفيديو، أرجوكم أعزائي لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب الآن، لأن ذلك يعبر لي عن حبكم للقناة. قاموا بجمع عدد من الموظفين في أكثر من قطاع وسألوهم بعض الأسئلة. قالوا لهم: أخبرونا عن أمكم وعنكم عندما كنتم أطفالا. امتلأت عيون بعضهم بالدموع، وقال بعضهم: لم أكن مع أمي عندما كنت طفلا. وقال شخص آخر: لم أكن أرى أمي كثيرا. والبعض قال بأنه عندما كان صغيرا كان بجانب أمه دائما، وعندما كبر وأصبح يعمل افترق عن أمه. أتعلمون ما المؤثر في الموضوع؟ أن الأمهات تجلس وتشاهد أبناءهن ماذا يقولون عنهم. سألوهم: متى آخر مرة حضنت فيها أمك؟ أجابوا جميعهم بأن آخر مرة حضنوا فيها أمهاتهم كانوا فيها أطفالاً ولم يحضنوهم بعد ذلك. وسألوهم أيضاً: هل تذكرون المشاعر الموجودة في حضن أمهاتكم؟ بعضهم أجاب: نعم، والبعض الآخر أجاب: لا. سألوهم: هل تستطيعون إيجاد أمكم إذا غطينا على عيونكم وقلنا لكم احضنوها؟ فبدأت التجربة وأحضروا الأمهات وغطوا على عيون جميع الأبناء. وبدأت التجربة، الأبناء يحضنون الأمهات. وبالفعل أعزائي، المدهش والمؤثر كان أن كل ابن كان يصل عند أمه كان يجدها مباشرة بمجرد أن يحضنها. نعم أعزائي، لا يوجد إلا أما واحدة، ولا حضنا إلا حضن الأم. هذا المقطع يذكرني أيضا بمقطع الأطفال مع أمهاتهم. سوف أترككم لكي تروا هذا المقطع. هذا الفيديو رائع جدا، بل والله أكثر من رائع. هذا المقطع تم تصويره لمجموعة من الأمهات وأطفالهن، بحيث أنه تم وضع غطاء على أعين كل طفل، والأمهات يقفن بجانب بعضهن ليقوموا بإجراء تجربة قوية، وهي: هل يستطيع الطفل معرفة أمه وهو معصوم العينين؟ شاهدوا هذا المقطع لنهايته. اقتربت الطفلة الأولى وبدأت تقترب من الأمهات، ولكنها لم تشتم رائحة أمها بعد، وأمها واقفة مبتسمة ودموعها في عيونها لأنها ترى طفلتها تقترب أكثر منها. وعندما وصلت الطفلة إلى أمها فورا عرفت أمها، وهذا الطفل أيضا عندما وصل إلى أمه احتضنها فورا لأنه كان متأكدا أنها هي. يا يما وش تسوى
وكل الأطفال كان لهم نفس الأداء، ووجدوا أمهاتهم بدون أن يخطئوا بنسبة 1% حتى. هذا الشيء يدل على أن الأم موجود منها واحدة في هذه الحياة. أمهاتنا لا يوجد مثلهن نهائيا. حافظ على أمك واسمع كلامها، ولا تقل لها أي كلمة تحزنها، بل قل لها كلمة تسعدها. أرجوكم شاركوا هذا الفيديو مع كل أب وأم وكل طفل وطفلة، ليعرفوا كم أن علاقة الأم بطفلها رائعة. أمي يا القلب الحنون، يا أغلى من نور العيون، يا يما منه غيرك يمون، برضاك الدنيا تبتسم. أمي يا القلب الحنون، من نور العيون، يا يما منه غيرك يمون، برضاك الدنيا أرجوكم شاركوا هذا الفيديو مع كل أب وأم وكل طفل وطفلة، ليعرفوا كم أن علاقة الأم بطفلها رائعة. تنجلي في شفاها كل الهموم.